هذا شو اللي تحط حليب؟ حليب. حليب ها؟ حليب الايس كريم. ها؟ حليب الايس كريم. هاي الايس كريم مش الحليب العادي يعني. غير يعني سبيشل يعني؟ شو بيفرق يعني عن الحليب العادي؟ هو نفس في بودرة بتاعت الايس كريم بتاعت. هو يكون يعني مش فرش يكون بودرة. بتحطه في المية كده وهذا؟ ما تعرف وين يحصلون هاي الثلاجة؟ لا والله أنا أدور عليها من فترة مش عارف وين يحصلون. السلام عليكم. هي تدربت عليها هنا ولا تعرف من قبل؟ لا تدربنا عليها. أنا تدربتها. سهلة ولا؟ اه سهلة. بسيطة يعني مش. هي بس اللفة بس هي اللي لسه. هي بس عشان لها لفة معينة فلسه معلش عاملين الفيديو ده نعمل واحد تاني لا مش مشكلة خد راحتك ما معك هننزل الفيديو ده نعمل واحد تاني عشان اللفة ما جتش Good, fine.